اهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. ان شاء الله يكون متميز بادريس حضوري بالحضور نتاع السي ادريس ولدي العزيز والحبيب ديالي والحنين ديالي. هذه نوع عليك حبيبه ديالي. انا نجاوب فرحتكم حيت عارفاكم غادي تقولوا عواشكم مبروك على ادريس. هذا الشيء اللي كاين دائما كيكون معايا ادريس من العيد للعيد اللي كنزيرو ونقولوا اجي حيت فريمون هو اصلا كيحشم انه يبان في الفيديوهات، ولكن هاد النهاريات حكمت فيه الحكمه قبطه فيها حكمت فيه الحكمه باش يصور معايا حيت ما كنلقاش شي مانكان وشي زين وشي بوبوس وشي حنين قد من ادريس، حيت فريمون كيجيو حيت كيجي البلدي غزال وكيجي متميز، وكنبغي انني نلبس معاه اسورتي في جدي البات نتاع العيد. فهاد النهاريات ان شاء الله غادي يكون كما قلت لكم فيديو متميز بالحضور نتاع ادريس ولدي العزيز على قلبي. فكما كتشوفوا معايا غنبداو بالنظره نتاع سي ادريس. كما كتشوفوا كنظره كتحمق في البلو سيال ومخدومه بالبلو مارين، هذه خدمه نتاع اليد اللي فيها. هاد الزواق نتاع المعلم اللي هنايا شوفوا معايا هاد الزواق ناري شحال كيحمق غزال غزال. هاد الزواق بهاد التعصبات رقاقين بهاد الكوزه والدبانه جات غزاله، وبالعماره في الكتيفات والثوب اللي كيحمق شوفوا معايا الثوب اللي غزال بارد ومتميز بزاف. نتمنى حتى هاد الكنظره تكون عجبتكم. هذا ديال العيد ديال العيد تكون الحراره كيسه مع شي شيشو لباس ديالو ياك ادريس حيت تلبس ها ما عرفتش شنو كتلبس ادريس ال، ولكن يقدر تلبس اكس لارج، ولكن هو فحال دابا انا ولدي اشرف يقدر يلبس اكس لارج لانه ما كيبغيش يلبس مزير عليه. لا ماشي غلط، ما اشرف ما غلطش، هو ما كيبغيش يلبس مزير عليه. ما ادريس ما عندوش كريشه وداكشي كيرتاح حتى في ال، هادشي اشرف راه حجبو فيك اش هاد الشيء. ورا ريما اللي كتصورنا ما عرفتش ريما داك التصوير، المهم جالسه حدانا كيفاش تصور كتصور ما عرفتش زوين معليش. المهم الله يستر نكمل في الكنيدره نتاع ادريس. هاد الكنيدره اللي كتشوفوا معايا مع لبس ادريس ب 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار، مرحبا بكم. وكما كتشوفوا معايا الجلبه اللي لابسه انا حتى هي جد متميزه باللون ديالها بالخدمه ديالها وبالفصاله اللي فيها. كما كتشوفوا معايا هاد الطريطه اللي جايه هنايا في السدم مع هاد الطويق اللي جاي من هنايا بهاد التنبات جايه رائعه وكتحمق. شوفوا معايا الديتاي نتاع لي مونش التشنيف نتاع القميص التحتاني اللي جاي بلا موسلين، فريمون لا كولور غزاله. شوفوا كتهبل كتهبل وجايه وي مفتوح اللوين عجبك. واصلا ادريس خرج هكا عجبتو قال لنا ماما ماما الزاز. كما كتشوفوا معايا شوفوا حتى جايه في الخريطه بحال هكا جايه هاد الطريزه اللي متميزه وغزاله داخل فيها هاد لو روز فريمون غزاله توب زوين. وكما كتشوفوا معايا كتجي طويله، انا راه لبست حتى طويل باش نتقاد مع ادريس باش ما نجي شي قصير حتى وضحكوا عليا تقولي لي صافي هذه عياقتك قصرتي حدا ادريس جبت باش مصلحتها. فكنتمنى حتى هاد الجلبه اللي وريتكم حتى انا تنال الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. بالنسبه للثمن ديالها هو 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. نمشيو نلبسوا جلبات اخرين وكنظرات اخرين انا وادريس. خليكم معنا ما تنساوش الا عجبتكم شي حاجه سكرينيوها وصيفطوها لنا في الواتساب. مرحبا بالجميع. والجديد في اللوينات اللي كيحمقوا الموف مع الخضر فريمون. هاد الكنيضره اللي لابس ادريس جد متميزه غزاله شوفوا على لون شحال رائع. شوفوا المخضر صراحه لون ملكي غزال فيغ رويال، ولا واحد الفيغ اللي فيه الصراحه ماشي داك الفيغ اللي حامض غزال انيق وجلد ادريس كيهبل. وكما كتشوفوا معايا الخدمه اللي في البلو مارين جايه بالزواق نتاع اليد زواق نتاع المعلم جات كدريس هذه كتحمق زوينه خاصك فحال هكا تعيد بها ان شاء الله شكرا. خلي لي الحبيب ديالي. فكما كتشوفوا معايا هذه الكنيضره اللي لابس ادريس حتى هي 850 درهم بالتوصيل. كما قلت لكم الخدمه ديال اليد
الثوب معايا. شوف شوف شوفوا الخفاق نتاع الثوب. وكما قلت لكم كتجي العميره حتى هنايا في الكتفات، كتجي العميره جوج دوزات فيها، والخدمه نتاع اليد اللي باش مخدومه والزباق نتاع المعلم. فنمشيو للجلبه ديالي. كما كتشوفوا معايا الجلبه اللي جايه في الموف، وجايه حتى هي خارجه مع مع الكندراف نتاع ادريس، داخل فيها هذا لو فيغ مع هذا الموف. هذه الخدمه اللي جايه فيها زوينه. وكما كتشوفوا معايا هذا الكول كيجي فن فن كيحمر. شوفوا معايا التاويل نتاع التاويل، اللوينات المغياج نتاع لي كولور كيحمق. القميص غزال ما نقولكمش شحال زوين. وكما كتشوفوا معايا حتى هنايا في لي اونش، ولا جيت لفتحي كاينه هاد الطريزه اللي كيجي تجي متقونه وغزاله وفنه. فنتمنى حتى هاد التشكيله تكون عجبتكم. بالنسبه للجلبه 850 درهم بالتوصيل، دو بياس القميص والجلبه، فريمون زوينه للعيد، زوينه للمناسبات، زوينه حتى للعرايسات. افكار انكم تكونوا متواتيين مع وليداتكم ولا مع خوتكم ولا مع رجالكم. فهذه كما كنقولوا بعض من الافكار وصافي. مرحبا بكم. الى عجبتكم شي حاجه ما تردوش انكم تسكرينيوها، تصيفطوها لنا في النمره اللي على الشاشه. نمشيو للوينات اخرين، موديلات اخرى. سيدي على الغزال، سيدي على الزين. الله يحفظك اويدي، الله يحفظك لشبابك وليامك. فكما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا الجبادور شحال رائع. هذا الستيل نتاع دريس، ستيل نتاع الشباب والناس اللي ما مولفيش انه يلبسوا داك الشيء طويل. فريمون شوفوا معايا الخديمه، شوفوا الخديمه قربا ديما، شوفوا الطويق كيهابط كله بالخدمه رقيقه كتحمق بالعماير جوج والدبانه. شوفوا الدبيبينه شحال ميت على الخدمه، وشوفوا الخدمه اللي جايه هنا شحال كتحمق الكوزه بالبليغات والدبيبينه. وكما كتشوفوا معايا وهابطه الخدمه حتى هنايا، وجايه في الافتتاحات والكميمات. فوالا كما كتشوفوا معايا، شوفوا الكميمات بالفتيح هنايا طالعين بالدبانه. الخدمه كتحمق عقيدات حتى هما حتى هنايا. فريمون جابا درجات رائعه وزوينه. كما كتشوفوا لابسها ادريس مع جي نسيت الاخرى اللي لبستي ياك. ادريس بدا كيحفظ مني، شتي ابن ويز عوام. كما كتشوفوا معايا واحد الظهر ادريس باش تبان حتى في اللبسه، هز راسك حتى هو كيشوف راسو. شوفوا معايا كيفاش كتجي في اللبسه، كتجي كتيفات واقفين، كتجي كتحمق كما كتشوفوا الكول اوفيسي. حتى هو كيجي من هنايا بالكوزه، والخدمه من هنا بالسيفه، والدريس كما كتشوفوا كتجي متيوله في الخدمه ديالها. فريمون جات رائعه. بالنسبه للثمن تاع هاد جبادور 750 درهم بالتوصيل. تاري ما عجبتك درت لي جات رخيصه. فريمون زوينه لحقاش الثوب فيها نتاع المليفه، وخدمه نقيه فيها، خدمه غزاله ومتيوله. وكتجي كما قلت لكم لابسها ادريس مع الجينز بديله، جات زوينه. ويمكن لكم تلبسوها مع التسريوه نتاع الثوب، كتجي رائعه. كيبقى على حساب وصبات بوانتي، وهذا على حساب السيد الا كان اجي ولا ما كانش كيرتاح في الجين يقدر يلبسها مع السريوه نتاع الثوب، غادي تجي زوينه. وكما كتشوفوا معايا الجلبه ديالي اللي في الاورانج خرجت مع هذا البلو مارين، صراحه زوينه. كما كتشوفوا معايا اللوين كيحمق، وهذا الاورانج ماشي داك الاورانج اللي مجهد شويه بغيك. كما كتشوفوا جايب الماغون، وهذا لو جون اللي نقولوا بناني ياك. شوفوا معايا الكويل شحال رائع، جد جد متميز صراحه. هاد الجلبه تاع عشاقه كيحمق. شوفوا معايا الكميمات، فريمون الكميمات روعه، شي حاجه اللي زوينه. وكما كتشوفوا معايا الفتيحه اللي جايه حتى هي بهاد الطريزه من هنايا، فريمون زوينه. شكرا ريما على التعذيبه، كتهبط بالتليفون وتطلع. فكما قلت لكم هاد الجلبه حتى هي 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. مرحبا بكم، خليكم معايا. الا عجبتكم شي حاجه سكرينوها وصيفطوها لنا في الواتساب. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لي لايك، الكلام الطيب اللي كنتسناه دائما منكم، الدعم ديالكم، وبارطاجيوه مع الناس اللي عزازين عليكم وحبابكم. نمشيو لجلبات اخرين. كتشوفوا معايا شكل اخر، ولا كما كنقولوا لوينات اخرين اللي كيعطيو واحد الرونق لهاد الجلبات. فريمون شوفوا معايا الجلبه نتاع ادريس ولا الكندره ديال ادريس، جات كتحمق. شوفوا معايا لا كولور شحال زوينه، وجايه لون في لونو، خدمه دياريه، خدمه نتاع اليد. شوفوا شوفوا الكوزه شحال كتحمق، شوف شوف الطرسان شحال رقيق رقيق ميت. شوف الدريس اللي هابط والطويق هابط كيحمق، وهابط فريمون حتى لهنا، ومهابطه بالمرمى، وجايه المرمى في الكتفات. فريمون جاتك رائعه ادريس، كتحمق حتى هي مخوف في اللبسه ديالها. ادريس هذه اللي لبست في العيد. وادريس عرفتي كل ساعه يلبس لنا كنظره، حيت كلهم تبارك الله كيجيو زوينين. بالنسبه للثمن تاع كنظره تاع ادريس هي 850 درهم بالتوصيل. وكما كتشوفوا معايا الجلبه اللي دو بياس، فريمون هذا اللون شحال جا رائع، كيحمق كيحمق. هذا لو جون شوفوا معايا مع هاد الاورانج، شوفوا التنبيته
ناري عرفتي راه كيهبلوا الكل كيحمق. وكما قلت لكم جايه الطريزه من هنايا وجايه في الكميمات وجايه هكايا حتى في الافتتاحات فريمون جات رائعه وكتحمق كتحمق. والثمن ديالها هو 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. نتمنى حتى هذا اللون يكون عجبكم. بطبيعه الحال اللون الكحل كيواتي كلشي وكيعجب كلشي. شنو غوت كيعجب كلشي وكيبغي كلشي وكنبغيكم انا وكنحماق عليكم. غنمشي للوين اخر وموديلات اخرين انا وادريس. خليوكم معنا وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ولا عجبتكم شي حاجه سكرينوها وصيفطوها لنا في الواتساب باش نبداو ونرجع كتشوفوا معايا اللوينات اللي جايين اسورتي كيحمقوا البلوسيال مع البلون كاسي. غنبدا قبل من هذا الشيء غنبدا مع الكنيدران تاع ادريس بلون كاسي اللي فريمون مخزنيه وخاص اي سيد ولا اي راجل ولا شاب تكون عنده في هذا الكنيدران. لحقاش بصراحه كتجي زوينه كتجي حتى لصلاه الجمعه زوينه والاعياد والمناسبات. صراحه اللون اللي كما كنقولوا الاعياد والتاوير والنخوه وكل شيء. كما كتشوفوا معايا شوفوا معايا الخديمه شحال متقونه. الخديمه نتاع اليد جايه بالدبيبينه الرقيقه جوج دوزات نتاع المرمى وجوج دوزات نتاع الدبانه وعاد الدبانه بلا راس هنايا في الجنيبات ودريس. خدمه كتحمق عقيدات بلديين. وكما كتشوفوا هابطه بالمرمى حتى لتحت. شوفوا معايا شوفوا الخديمه اللي هابطه فريمون متوله غزاله كتحمق. وكما كتشوفوا معايا هابطه بالمرمى بيان سور حتى من هنا كتجي غزاله ورائعه. وجاتك غزاله فريمون حتى الخديمه كما كتشوفوا معايا حتى في الظهير كتكون زوينه. فنرجع للجلابه ديالي اللي بصراحه هذه الجلابه كتحمق متوله متوله. راه القميص اللي فيها هذه الجلابه براندا مخدومه براندا هابطه حتى لتحت براندا كما كتشوفوا معايا كلها راندا راندا اللي جايه على جوج شعيرات رقاقين. والقميص هابط حتى لتحت حتى لهنايا بالطرز فريمون هو نتاع مسلين ولكن فيه الطريزه غزاله متيوله. وكما كتشوفوا معايا الجلابه اللي جاي القميص مطروز والكم نتاع الجلابه مطروزه. يعني الا بغينا نلبسوا حتى الجلابه بوحديتها نقدروا نلبسوها كتجي غزاله ومتميزه. ولا بغينا نلبسوها مع القميص نلبسوها دو بياس. فريمون جلابه رائعه وزوينه. كما قلت لكم الثمن تاع هذه 850 درهم بالتوصيل هذه 1400 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. ولكن راه ما نقول لكمش الخدمه شحال رائعه. الخدمه نتاع الراندا اللي جايه متوله الخدمه اللي جايه كلها بالرباطي جايه غزاله الالوان كيهبلوا انيقه ومتوله بزاف بزاف. وكما قلت لكم الكريب ما نقول لكمش الكريب لا كاليتي ديالو. شوفوا الراندا كي هابطه صايره دايره في الخدمه صراحه. جلابه متوله نتاع الناس العشاقه فريمون. هاد الجلابه نتاع الناس العشاقه اللي غتبغي تلبس الجلابه وتبقى عندها لسنين واعوام عمرها ما تموت لا في الشكل ديالها ولا في اللون ديالها ولا في الخدمه ديالها. نتمنى هاد الموديلات يكون نال الاعجاب ديالكم. نمشي لموديلات اخرى نخليكم كما كتشوفوا معايا. هاد الكنيطره نتاع ادريس فريمون رائعه في المسكي كتحمق. شوفوا الخدمه اللي جايه فيها جايه بواحد التعصيبه رقيقه واحد الزباق نتاع المعلم اللي جاي بالخدمه ديال اليد متقون دريس اللي هابط حتى للطوق هنايا وهابطه بالمرمى. فريمون خدمه رائعه ومتميزه بزاف الثوب فيها رائع. ودريس عجباتو هذه هذه كانت هي اللي عجباتو قال لي عجباتو كهادي والزيتيه شنو اخر اللي يجيب كل بلون كاسي قلت لي ياك هادو هما اللي اختار ادريس قال لك هادو ارتاح لهم هما اكثر. وكما كتشوفوا معايا الكنيدره فريمون كتحمق ما بقاتش وحده نديها الحبيبه ديالي طلع على كلشي ديالك انت الاولاني والله العظيم انا مقلبي لك كلشي ديالو. بالنسبه للكنيدره نتاع ادريس كما كتشوفوا معايا 850 درهم بالتوصيل. بالنسبه للجلبه ديالي اللي انا ما نقول لكمش راه انا وادريس هاد النهاريه هبناي مع جلبناي بوحديتنا فريمون. جلبه متقونه كما قلت لكم القميص جاي كله بالطرز نتاع الرباطي هابط حتى لهنايا وجاي معايا هاد السنينات جاي معايا جاي بهاد السنينات خديمه ديال الراندا اللي متقونه ومتوله وهابطه حتى لتحت الخدمه نتاع الراندا. شوفوا معايا ربي لما شوفوا معايا هي الخدمه شوف الاتقان شوفوا على دريس شحال كيحمق شوف شوف تتحمق كلها بالراندا هابطه صايره دايره فريمون خدمه انيقه. شوفوا معايا القميص اللي جاي في هاد الخده الضب مع هاد البلو شحال جات راقيه وزوينه فريمون متوله كتحمق. الكريب فيها زوين احسن ما كاين في الكريب في هاد الجلابه فريمون كريب غزال. بالنسبه للثمن تاع هاد الجلابه دو بياس الخدمه كما قلت لكم نتاع الراندا كتحمق متوله 1400 درهم بالتوصيل. نمشيو نصوروا جلابات اخرين موديلات اخرين ما تردوش الا عجبتكم شي حاجه سكرينوها صيفطوها لنا في الواتساب. لي لايك ديالكم حيت بصح دعم ليا وفخر بيا ليكم الله يحفظكم ليا. مرحبا بكم معايا فاتن لا ما تبقى يا اخي تريب عيات
ودري الزربه بقيت كنقول عافاك زدت معايا وحده زدت معايا وحده ما عنديش غير نكملوا هكا كما كتشوفوا معايا القصه نتاع سيدي ادريس. شوف راه هذا ادريس راه السميه نتاع جدي الله يرحمه وسميه اللي عزيزه وجدي كان عزيز على الوالد الله يرحمه فقرروا انه يخلدوا الاسم ديالو في مولاي ادريس. هادشي اللي كاين احنا ولينا كنقولوا ادريس ولكن هو راه مولاي ادريس الله يرحم جدي وجدتكم وقواتكم يا ربي. فكما كتشوفوا معايا ما مخرجش على الموضوع هادشي في نطاق معاوده وصافي قفطم اللي هابط بالخديمه حتى لتحت وكميمات كما كتشوفوا معايا هذا راه بالسروال ديالو ولكن ادريس قرر انه ما يلبسش مع السروال ما بغاش يلبس لنا مع البرديله وتجي من عنده السروال ديالو بالخدمه قفاطم اللي حتى هو ب 850 درهم بالتوصيل حتى بالدار كيجي غزال الثوب نتاع المليفه وبالخرطه بلديه من هنايا مع الجويبات من هنايا فريمون كيجي زوين هذا هو اللي حداك فيهم ادريس عجبوه ادريس زربان بغى يخرج دير واقيلا مع صحابو ولا ما عرفت المهم خارج عنده شغلاته هادشي علاش انا غادي نزيد يزيد معايا هي وحده وغنخلي نكمل معاكم الفيديو دونك كما كتشوفوا معايا انا هاد الجلابه فريمون حمقات لي ما خلاتليش العقل هاد اللون كيحمق الطرزه فيها غزاله شوفوا شوفوا الحلاوه نتاع الخدمه وحلاوه الالوان الله 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 عاونيني يا ريم دونك كما كتشوفوا معايا شوفوا هاد الخضر شحال تواتا مع هاد القوقي ولا هاد المدادي فريمون جات شوفوا القميص كيمطروز جا رائع كيحمق وجايه بهاد الفتيحات من هنا حتى هي الطرزه وشوفوا معايا القميص والطريزه كما كتشوفوا حتى الجلايب جايين مخدومين فريمون كتجي رائعه وزوينه وكتحمق وراقيه في اللبسه ديالها بالنسبه لهاد الجلبه 1000 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار نمشيو جلبات اخرين موديلات اخرين ادريس غادي يبقى معايا اخر جلبه وغنكمل معاكم انا بوحديتي واللي وصل لاخر فيديو كنقول لكم الهلا خداكم عليا بقاو معايا الكنادره نتاع سيدي ادريس في البلو مارين فريمون هاد الكنادره مشتياش قبيله حتى هادي غزاله شوفوا معايا الخدمه خدمه نتاع اليد شوفوا التقنيه نتاع الضريس شحال رقيق كتحمق الخدمه فريمون حيت الرجال ما كيبغيوش داكشي اللي كيكون باين كيبغيو الاغلبيه كيبغيو اللون في لونو شوفوا الخدمه فريمون رائعه كتحمق خدمه نتاع اليد هابطه هكايا بهاد الزواق نتاع المعلم اللي جاي متقون وجاي هاد التعصيبه رقيقه فيها جايه من جوج نتاع الجهات من هنا وهابطه هكايا بالعماره وهابطه بيان سور حتى في الكتيفات بالعماره حتى هذيك نظره ادريس كتحمق فريمون رائعه وجاتك متميزه وزوينه بزاف بالنسبه للثمن هو 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار نرجع للجلبه ديالي حيت انا تعطلت على دريس ودريس بغى يمشي فكما كتشوفوا معايا الجلبه في الكحل اللي جايه شوفوا معايا شوف شوف الحلاوه نتاع الخدمه الكحل بالحمر القميص صراحه الحمر كيتواتى معاه رائع كيجي غزال شوفوا معايا الطويق اللي جاي غزال حتى هو هكا وكما كتشوفوا معايا حتى الفتيحه جايه هكايا بالطريز وحتى الخدمه حتى في الجلايب فريمون جلبه اللي متميزه بالنسبه للثمن تاع هاد الجلبه اللي كتشوفوا معايا دو بياس ب 1000 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار فمرحبا بكم ما تغضوش الا عجبتكم سكرينيوها وصيفطوها لنا في النمره نتاع الواتساب كما قلت لكم التوصيل داخل المغرب مجاني حتى لباب الدار توصيل الناس نتاع اوروبا الناس نتاع الجاليه مرحبا بكم توصيل مع دي اش ال كيستغرق 24 ساعه فمرحبا بالجميع ما تردوش الا عجبتكم شي حاجه عاود تضغطوا فما عليش نمشي نفك سراح ادريس غادي تقولوا مننا بالسلامه وغتكملوا معايا الفيديو كملوا معايا معايا جلبتي اللي في الغوص فيشيا باي 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 السلام عليكم سلامه كما كتشوفوا معايا الله اشرف تنعيط لك كيف كتشوفوا معايا جلبه اللي فريمون واعره وزوينه شوفوا معايا شوفوا معايا الحلاوه نتاع الطرز واخا الحبيبه ديالي كامل لي طاي عندنا ميديوم ال اكس لارج دوبل اكس لارج كما كتشوفوا معايا الطريزه اللي جايه بهاد لاكولا كتحمق جاي واحد البلوسيال موف صدير عامر جايه بهاد التضريس شوفوا معايا التضريس من هاد السنيسله تحت السنيسله كتحمق عليها ريم جي خويت مصغور جي خويت نتاع المغياج فزت منها فكما كتشوفوا معايا جايه بهاد الصديفه والتضارس وكما قلت لكم الطويق وكما كتشوفوا الخديمه اللي جايه القميص بالتضريس وبالطرز شوفوا معايا صافا راني كنصور فيديو صفو احبيبه ديالي كما كتشوفوا معايا كتناقل هي وادريس ياك ولا انت وياها اشرف واخا كما كتشوفوا معايا شوفوا التضريس وشوفوا الخديمه متيوله وجايه هكايا وجايه حتى عرفتي الدراري والله ما خلاوني نصور في خاطري
جيتي مشحتي هكا بالطرز صفاء، قولي لبستي شي جلابه وجيتي عاونتيني ورناكم الجلبه حتى في صفاء. صفاء شنو تصوري معايا؟ لا لا واش مبروكه؟ قالت لكم صفاء واش مبروكه. فكما كتشوفوا معايا والله مازال ما بغاتش نشوف وندور لكم الكاميرا، قالت لي الخطبات حدايا فسمحوا لي. كما كتشوفوا معايا هاد الجلبه 1000 درهم بالتوصيل حتى باب الدار، ولكن فريمون جلبه كتحمق متوله وعيديه من المناسبات الخاصه اللي كما كنقولوا كنلبسوهم حنا فصحنا بهم، حنا عارفين راسنا لابسين جلبه اللي متوله وانيقه. خليكم معايا ماشي حتى تما تاع هذا الفيديو، ما بقاوناش بزاف صبروا معايا. وكما قالت نهى قبيلات اللي وصل لهذا الاخر نتاع الفيديو درنا قليب زرارق باش نعرفكم راكم كل متتبعات وفيات وكليانات ديالي. وكما كنقول دائما اللي ما شريت نزه معاه هادي واحده بديتي كتصور. والله الا صافي انا ولفت مع الطريقه تاع كوثر، بديت كنتعطل كنبقى جالسه كنتسنى. بصح زوينه كيما على قول ريم حيت جايه فواحد الكري كري ارجونتي اللي كاع زوين. لا راه نتوما غتلبسوا نتوما الحويجات. وكما كتشوفوا معايا شوفوا البلوغوا مع هاد النبته اللي هابطه مع الخدمه اللي جات فيها غزاله. شوفوا معايا لا 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 صح فريمون جات رائحه. كما كتشوفوا معايا حتى الفتيحه جايه فيها الطريزه فريمون جلبه رائعه ومتميزه، والثمن ديالها 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. فريمون جلبه رائعه، نتمنى حتى نتوما ينالوا الرضا ديالكم والاعجاب ديالكم. وكما كنقول دائما اللي ما شريت نزه معنا نشوف جلبه اخرى باش ما نتعطلش عليكم. ما بقاش صراحه معايا وقيلا هي جوج صافي ما تقلقيش. ونختموا الفيديو كتشوفوا معايا البلوغوا اللي مخدوم واحد الخدمه كتحمق وجا مواتي بهاد الصومو ولا بهاد كموني ولا مطاغ بواحد اللون رائع. نقرب لكم باش تشوفوا معايا اللون. شوف شوف شي حاجه كيحمق مع البلوغوا، شوفوا التضيرس، شوفوا الاناقه في اللبسه، شوفوا معايا الكويل اللي جات كتحمق. شتي هذه دابا انا لابساها مع بدعيه، القميص لبسته بحديته جا كيحمق مع بدعيه. جي هكا الكويل كما كتشوفوا معايا مجموع، والطريزه الطويق كامل راه بالطرز فريمون انيقه في اللبسه ديالها غزاله متوله. شوفوا معايا شحال كتجي كتحمق. جيت لقيت هذه عرفتي راه حيت لاموستين غزال كيبقى بوحديتو كيتزالق. وكما كتشوفوا معايا جايه في الطريزه في الافتتاحات بحال هكا فريمون جلبه راقيه في المستوى كتحمق. بصحتكم وراحتكم، وكنتمنى انني نكون اللي خداتها بصحتها بصحتكم بصحة الحويجات اللي خداهم كاملين، انهم اللوينات كاملين كيحمقوا كلهم غزالين جلبات عيديين ونتاع المناسبات ونتاع التحميره نتاع المجه. نتمنى انهم يعجبوكم، تشاطروا لي الراي. وكما كنقول لكم دائما الا بغيتوا شي حاجه ما عليكم تتصلوا بينا في النمره اللي حاطين. بالنسبه للثمن تاع هاد الجلبه 1000 درهم بالتوصيل، انا يمكن كنقول لراسي انا الوحيده يمكن اللي كنقول الاثمنه في هاد الناس اللي كنشوفهم كنقول الاثمنه باش تبقاو على خاطركم وتشوفوا حتى الحاجه اللي غادي تناسبكم. فمرحبا بكم كما قلت لكم 1000 درهم هاد الجلابه بالتوصيل. كل بياسه راه كنقول الثمن ديالها، غادي نمشيو لاخر جلابه معنا في هذا الفيديو. شكرا للتتبع ديال اخر جلابه في الكحل اللي هي سامبل وبسيطه وراقيه في نفس الوقت. كما كتشوفوا معايا جايه بسيطه ولكن جايه حلوه. دائما فوق ما كنصور في حاله الجلابات كيكون عليهم واحد الطلب اللي عجيب. شوفوا معايا القميص اللي جاي سامبل بتدار سرقي ووق ومفيني. وكما كتشوفوا معايا حتى في الكميمات شوفوا التضريس فريمون راقيه في اللبسه ديالها وزوينه ومؤدبه. وكما كتشوفوا هابطه بالسفيفه من الصدوق اللي كيحماق ولا الكحل صحيح الكحل في الكحل. وكتشوفوا معايا جايه طريزه فيها في الجنيبات من هنايا اللي حتى هي الكحل في الكحل. فريمون كتجي رائعه ومتميزه، والثمن تاع الجلبه 850 درهم بالتوصيل حتى لباب الدار. شكرا لكم بزاف اللي وصلوا حتى لاخر الفيديو. نقول لكم كنبغيكم بزاف، ما تنساوش الا كنتم مازال ما درتوش لايك ديروها. الناس اللي جدادين عاد دخلوا القناه اللي وصل لاخر الفيديو خلي قلب احمر اللي وصل حتى لدابا بخاطر ريم يدير قليب احمر. فكما قلت لكم الناس اللي عاد دخلوا الفيديو جديد ما تنساوش انكم تابوناو معنا الا كنتم مهتمين وبغيتوا تشوفوا فيديوهات معنا. مرحبا بالجميع، هلا خطاكم عليا وشكرا بزاف. السلام عليكم.